بعد جولتنا في مدينة الجنينة التي التقينا فيها جميع فئات المجتمع في معسكرات النازحين والأهل في الأحياء، واستمعنا لروايات الجميع، كان لابد أن نلتقي أحد أهم الرموز التاريخية والمجتمعية لمدينة الجنينة، السلطان عموم دار مساليد السلطان سعد بحر الدين. أهلا وسهلا سعادة السلطان. أهلا ومرحب بك أستاذة الكريمة، وحقيقة يعني أنا شاكر جدا على استضافتنا، وشاكر جدا لكل الشعب السوداني اللي نحسب أنه يستحق الإشادة والشكر والتقدير. نعم سعادة السلطان، نحن قابلنا المواطنين في الأحياء وفي معسكرات النازحين، واستمعنا لرواياتهم حول النزاعات القبلية اللي قاعد تقوم في مدينة الجنينة، دايرين نسمع برضو رواية الإدارة الأهلية إنه الأسباب اللي بتخلي المواطنين يصلوا المراحل دي من الخصومة مع بعضهم البعض. شوف، هو في الحقيقة يعني الاضطراب اللي سميناه اضطراب الأمني الحاصل في 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 قرب دارفور أو في دارفور عامة، هو نتاج لإفرازات الحرب. الحرب دارت يعني أكثر من 12 سنة في إقليم دارفور، و يعني أدت لتفكيك النسيج الاجتماعي، ويعني قللت كثير جدا من ضروريات الناس اليومية اللي يتمثل في الخدمات أو في المشاريع التنمية، اللي هي تكاملت كل الأسباب دي ونتج منها يعني المجتمع الحسي بنعيش يعني اضطراب وعدم قبول، ويعني يعني 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 مشاكل نتاج لإفرازات الحرب اللي هي أفرزت منها واحد من إفرازاتها الفقر، ويعني الناس ذاتها مكفولة في السجون يعني 12 سنة في المعسكرات اللي هي أشبه في السجون. فبالتالي أنا أحسب أنه يعني معالجة إفرازات الحرب هي مهمة جدا، وقبلها يعني حتكون في معالجات على مستوى المجتمع. المجتمع ذاته لازم يفهم أنه في دي مرحلة والناس يتجاوزوها، وبالتالي يتسامحوا ويعني يخلقوا بيئة بتاع السلام وسلم اجتماعي على أساس أنه الأوضاع الصغيرة وتعود كما كانت. نعم، النازحين والمواطنين في الأحياء يتكلموا عن أنه المشكلة بتقوم مشكلة عادية من شخصين جرائية، بعد ذلك بتتحول لصراع قبلي. وين الإدارة الأهلية من الحاجة دي؟ والله يا أخو فعلا الإدارة الأهلية موجودة ما غائبة، لكن أين السلطات الإدارة الأهلية؟ يعني أنت سألتيني وأنا ذات نسألك، دي محل الدو كم تعرفي محلها والصفي لنا نمشي ناخذ سلطاتنا دي على أساس أنه نقدر نستغلها ونصنع بها نفوذ لنفسنا. المشاكل اللي بتقع صحيح هي فردية بغالبيتها، ولكن يعني تتحول طوالي وتتطور لمشاكل قبلية، وده نتاج طبيعي يعني الاضطراب النفسي الموجود اصلا بين الناس اللي يعني افرزته الحرب. كبير في بدايه حديثي قلت انه الحرب افرزت مجتمع سالب جدا، ويعني يعني مسحت كثير من العادات والتقاليد والموروثات السمحه اللي هي فيها التسامح والتعافي، وفيها يعني حب الوطن وحب المواطنين في بعضهم وكده. فانا احسب انه يعني في عامل اساسي برضه رئيسي برضه ما موجود حقيقه. اذا كان اداره اهليه هي موجوده وغير موجوده بنفوذها وبسلطاتها، انا افتكر ضعف في هيبه الدوله وضعف يعني كثير من التدابير اللي اتخذت بشان اطلاق سراح الحريات اللي مفرطه اللي ما تتوافق مع مجتمعنا الموجود هنا، يعني مع ضعف هيبة الدولة أدى لأن تتفاقم هذه المشكلات. نعم الإدارة الأهلية أيضا متهمة بأنها مسيسة، متهمة بأنها مسيسة وتوالي الحكومات، وأنتم فخامة السلطان متهمون أيضا بأنكم تحيزتم تحيزتم لأهلكم في الصراع الأخير، وساهمتم في أو ما وصفوه بالفتنة بين المكونات الاجتماعية في الجنينة. هو أول شيء أي رجل إدارة أهلية ما يتعاطى السياسة هو رجل إدارة أهلية. يعني أي رجل إدارة أهلية يعني هو صحيح أديتها بشر، بالضرورة أنه نعمل ثقافة سياسية ونعمل فكر سياسي ونعمل رؤية سياسية.
لكن يعني محرومين من أن نمارس ثقافتنا دي في المجتمع. فكري هذا بحمله ده بكون محتفظ به في دواخلي. لأن أنا أكون على مسافة واحدة من كل المكون بتاعي أو البطانة بتاعتي اللي أنا على رأسها. فبالتالي كونه يتهم رجل الإدارة الأهلية بأنه سويسة كلام ما صحيح طبعا. ورجل الإدارة الأهلية جزء من الدولة. أمسك الطبيب مثلا. الطبيب ده أنت كإعلامي هسه ممكن تكون ما محايدة في يوم من الأيام. لكن الطبيب المهنة دي بتحتم عليه أنه هيكون طبيب إلى ما لا نهاية. بالأدوية الموجودة وبالمعينات الثانية اللي بتشخص له الأمراض إذا حاول يحيد منها ما حق طبيب. فرجل الإدارة الأهلية إذا ما يعني توافق مع الحكومة مع النظام الغائب أي نظام إن كان إذا ما توافق معه وإذا ما بقى آلية من الآليات اللي بتنفذ سياسات الدولة هو مرجع الإدارة الأهلية. أنا مهمتي أنه وسيط ما بين المواطن ووسيط ما بين الدولة. نعم النزاعات القبلية المتكررة في المنطقة بتتحمل مسؤولية الإدارة الأهلية لأنها ما قاعد تقوم بدور على الأقل. هل المواطنين لسه ما زالوا يخضعون للإدارة الأهلية؟ لسه بيسمعوا كلام الناظر والأمضى والسلطان؟ والله يا أخي أنا أتفق معك أنه إحنا كإدارة أهلية صحيح يعني مرات بتكون جزء من الاضطراب الحاصل لكن بطريقة ما مقصودة أو بطريقة غير مباشرة. الإدارة الأهلية ما زالت كثير منها يعني عندها كلمة مستجابة وصدارة صحيح. يعني الشباب الحسي قايمين ديل ما بيعرفوا حاجة اسمها إدارة أهلية. وبالتالي يعني حصل جاب أو مساحة ما بين الإدارة الأهلية وما بين الأجيال الحديثة القائمة دي وخاصة أولادنا القائمة في الثورة الأخيرة دي بيفتكروا أنه الإدارة الأهلية دي جزء من الإنقاذ. إحنا جزء من الإنقاذ، إحنا جزء من النظام الحس قائم، إحنا جزء من النظام القبله، إحنا جزء من كل الأنظمة جات كإدارة أهلية ما كأشخاص. فبالتالي حس إذا جاء نظام جديد تاني حس إحنا بنتعامل مع النظام الماشي ده سواء كان نظام دكتور حمدوك أو نظام حسي الفريق برهان. هل يجي أي تنظيم آخر ثاني يغير النظام الماشي ده ويحسدنا برضه يعني من نظام برهان أو يحسدنا من نظام حمدوك أو يحسدنا من أي نظام غائب؟ ففهم خاطئ. نعم سلطان سعد أنت متهم بأنك لم تكون حكيما في أحداث كريندي الأخيرة وتحيزت لأهلك مما أجج الفتنة بين المواطنين. وكلامنا ما صح طبعا. يعني أنت إذا صح استطلعت الناس واستطلعت النازحين الحقيقيين هم هيجاوبوا لك على الكلام ده. انا بيتي ده القبائل بيجوا فيه اكثر من المساليك وتمنيت بس لوجوده قبل ساعه او ساعه الا كانت هتلقوا كميه من العرب تلقوا كميه من الايرانيين تلقوا كميه من الداجو تلقوا كميه من الحوزه وتستنطقهم في مظلتي دي. هم كان بيجاوبوا لك على سؤالك ده لكن ما مشكله اذا كان في نفر او نفرين او مجموعه او عدد كبير بيفتكروا ان انا ما كنت يعني محايد وأجدت الصراع بتاع كريندينج خلاص ما حرام الرأي معي لكن ده مش الحاصل أصلا. نعم بيقولوا إنه الصراع ده قديم في منطقة غربي دارفور بين المجموعات الأفريقية والمجموعات العربية حتى قبل الحرب الأهلية المنظمة في دارفور. كيف كانت الأوضاع المجتمعية في الجنينة قبل الحرب؟ المجتمع قبل الحرب كان متماسك جدا. المجتمع كان متماسك جدا ومجتمع متعايش ومجتمع يحترم بعض كثير جدا. لكن الحرب هي لعينة طبعا هي أوصلت للناس للحتة بتاعة البغضاء والكراهية والخصوم الفاجرة. يعني النهاردة أصلا ما في مشكلة بتتحل أصلا ما في مشكلة ما بتتحل لكن الحل ده أبريات وسيلة من الوسائل. إحنا كإدارة أهلية هسي ما عارفين المسؤول من الأمن منه مسؤولية الدولة المسؤول من معاش الناس من الدولة المسؤول من الاستقرار الناس من الدولة المسؤول من الناس الدولة. احنا كإدارة أهلية ما عندنا أي وضعية تذكر بنشتغل باجتهاداتنا يعني باجتهادات. كثير من الناس بيفتكروا أن السلطان ده أو الفرشة أو الأمير أو الأمن لو ما تدخل في جزئية من الجزئيات أي مشكلة بتتحل. نعم معظم المواطنين اللي احنا قابلناهم كانوا بيتمنوا الأمن والسلام. بماذا تعد شعبك من المساليك؟ والله الأمن ده يعني أنا بتقديري إذا ما لجأنا لأصلنا أو قننا كثير من الأعراف وكثير من العادات السمحة الموروثة اللي كانوا متعايشين بها الناس أنا بتقديري ما بالإمكان الأمن ده يتحقق بالدوشكة أو بالدبابة أو بالطيارة أو بشكل من الأشكال.
لأن الأمن ده إحساس. أنا مفروض أحس أنه أنا في بيتي هنا آمن، أحس أنا ماشي في الشارع آمن. إذا كان الإحساس ده أنا ما عندي له، لأنه أنا أصلا خايف منك أنت أو أنا بنظر لك نظرة تانية، ما حيكون في أمن أصلا. مهما كان شنو، لو كل زول حدد له 10 عربات ماشات معه كده خلاص يعني، وهو ما مطمئن من خصمه أو من الشخص اللي براه أنه هو ده السبب في في في, في زعزعته أو ده باستغراره، هذا بالخير ما حيكون في أمن. إذا دارين أمني إحنا لابد من أنه نرجع نتعايش، نرجع نحب بعض، نرجع نحب وطننا، نحب منطقتنا، في سبيل أننا يعني ننفس إن شاء الله إلى 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 رفاهية. نعم، شكرا سلطان عموم دار مساليك السلطان سعد بحر الدين. وامنياتي أنا أن يعم الأمن والسلامة في دارفور. منطقة إدكن الحدودية، الناس هنا متحبون ومتعايشون، لا تستطيع التمييز بين سحناتهم، القادمون من تشاد والقادمون من السودان، متزوجون ومتعايشون، ولكن لم تستثنى هذه المنطقة من النزاع القبلي. نحن اليوم في ضيافة العمدة محمد حسين سعد الله، عمدة هذه المنطقة، ليروي لنا رواية أهلها حول الحياة هنا. أهلا وسهلا سيد العمدة. كويس، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قبل كل شيء الحمد لله بالسلامة. وصحيح أنتم كان التلفزيون جوتونا الليلة في منطقة أديكون. كلنا عن المنطقة دي أول حاجة، هي كويس. من 200 الناس الساكنين فيها منو؟ نحن منطقتنا ساكنين فوق تقريبا 17 قبيلة. القبائل الكمية فور ومساليت، باقي قبائل متوسطة. صحيح الحقيقة منذ ما حصلت مشاكل بتاع دارفور منطقتنا ده ما حصل فوق مشكلة زي مشكلة السنة ده. الحصر شنو بالضبط؟ المشكلة الحصل يا هو نحن قاعدين في الحلة، جونا ناس بالليل حجموا الحلة وأكلوا الدكاكين في نفس الليلة، وتشوا بعض من البيوت في نفس الليلة، طلعوا زي من المنطقة زي ساعة 12 ونص بالليل. بعد ذلك تاني رجوا عايدين 6 صباحا جو، بعد ما جو قتلوا 8 نفر من الناس تكون هنا، وحرقوا بيوت، والما حرقوا ذات وكسروا الدكاكين والبيوت، شالوا أفشل المواطنين شت وفاتوا. ونحن سيئة المشكلة الحصل ده ما من أهلنا السودانيين، دي الناس مواطنين تشادين وجو سببوا مشكلة في أديكون هنا. المواطنين السودانيين هنا الرعاة والمزارعين، العلاقة بينهم كيف؟ الرعاة والمزارعين نحن علاقتنا قوية، مجرد ما حصل مشاكل دارفور الرعاة والمزارعين نحن حالتنا واحد. والمنطقة ذاتها قبل كده وقت اللي حصل مشاكل بتاع دارفور، جيراننا الرعاة دي جو حمونا هنا، خطوا خيمة هنا وحرسونا لقد ما الجو حده، ما في أي مشكلة. لكن مشكلة السنة ده ياهو حصل وشردوا ناس. نحن عرفنا انه في تزاوج بين المجموعات السكانيه الساكنه في المنطقه دي والمجموعات السكانيه الساكنه في تشاد. نعم، نحن كنحن ناس اديكون اسونغا السودانيه واسونغا التشاديه، صحيح شباب من اسونغا السودانيه قاعدين يمشي يتزوجوا في اسونغا التشاديه، وناس اسونغا التشاديه شبابهم قاعدين يجوا يتزوجوا مننا هنا في اسونغا السودانيه. حتى ناس ساكرنا السودانيين يمشي يتزوجوا في تشاد من أسونغا السودانية، وحتى ساكر التشادية يجوا يتزوجوا في أسونغا السودانية. أنتوا عايشين كيف؟ نحن عايشين مزارعين، مزارعين ولا رعاة؟ مزارعين. نحن بتزرعوا شنو؟ نزرع إيش وفول وخضار. السنة دي الموسم الزراعي كان كيف؟ موسم الزراعي كعب والله ما عندنا زراعة كامل، هددونا في الجوز ده. مجرد ما خلاص زمن الموسم الزراعي جاء الناس بدأت في الزراعة، قتلوا لنا شباب 2 أشقاء في الجوز ده، خلاص الناس تخوفت من يوم أداك ما في زول فات الزراعة. طرف هنا طرف الحلة زراعة الزرانة خلاص. البهايم جاء قبل ما زمن التلقة إيش قمة كده اللبن كده، خلاص المال ده جو أكلوا إيش ده كله، ما في زول حسد شوال إيش ساكت من المنطقة. مطالبكم شنو للحكومة؟ مطالبنا نحن قبل كل شيء نحن دايرين المنظمات، والمنظمات ده قدر ما نرسل لهم رسالة اتأخر شديد والمواطن تعب. المنظمات دايرين على شنو؟ ما دارين عشان ناكل ونشرب. انتوا مزارعين قاعدين تزرعوا في مزارعين الجو. عندنا سنه وشويه مزرعنا الايش اللي نحن نلقوه 5 شوال 6 شوال في 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 في, في موسم الزراعي، ما بقى لنا اليوم الليله، وما عندنا بوابير عشان تراكترات عشان نحرد، قاعدين نحرد بيدينا ده بس. لما موسم يجي انت تحصد لك 5 شوال 6 شوال، عندك 10 جنة 15 جنة، الخمس شوال ولا 6 شوال ده ما بقى ايدك من خريف لخريف، تاكل في الصيف كده لغد ما خريف يا تشتري ايش من السوق هنا.
يا تاخذ سلفه من اخوك لانه لغايه ما تلحق الموسم. امنياتكم شنو؟ والله امنياتنا ان احنا ما دايرين نخلوا بلدنا ده، لكن خلاص مجرد ما تاخير المنظمات المواطن ما عنده شيء. في بعض من المواطن هسه داير يمشي مع عسكرات بتاع اللجوء في تشد، ونحن مواطن بتانا ما دايرين يمشي في معسكرات بتاع اللجوء، لكن السبب خلى الناس ماشيين في معسكرات بتاع اللجوء تاخير بتاع المنظمات. لو جو المنظمات ده بكره نقص الغذاء، كل الناس ده بيجوا باخذوا الغذاء بتاعهم وبقودوا في بيوتهم، لكن عدم الغذاء وعدم الامن. نحن هسه حاليا ده لو المواطن ده ما عنده حاجه عشان ما يسوي ياكل، بمشي بيشتري حتى من بمشي بيشيل حتى من غاله بيجيبه عشان يسايق في السوق هنا ياكل لعياله. الامن بيجي ما في، المواطن ده ما يقدر يقطع الوادي ده يمشي بغادي، خلاص انترى سكن في تشات قبل القوه يجينا. لكن هسه الحمد لله مجرد الحمد لله اوضاع الامنيه مجرد ما حصل المشكله تمينا زي فتره يومين جابوا لنا قوه، والقوه هسه متوفره ونحن في حمد ان شاء الله. نعم، امنياتكم شنو بتطلبوا؟ امنياتنا بس دايرين ناكل ونشرب سريع. المنظمات هنا ده لازم المنظمات دي هنا. المنظمات ولا الحكومه؟ حكومه ده ما جاء، حكومه جاء امن المكان، لكن المنظمات وين؟ حتى لو الحكومه جاء امن المواطن ده لو ما عنده شيء بياكل بقدر بقعد؟ الحكومه قاعد كده بس بخليه بمشي بمشي وين؟ بمشي تشاد عشان ما يشوف في قوسهم ده عندهم ايش دقن راقد. لو واحد فات بيشتغل لناس في اليوميه بيشتري ايش بياكل اولاده. ونحن سوقنا ذاته كان سوق ما شاء الله، ناس الجنينة وناس أدرى وبجونا ناس مرنة كلنا نساوي كنا، لكن خلاص الليلة المشاكل حد مد السوق وأكلت الدكاكين والناس فروا خلونا، وأهلنا التشادين كان برضو بيجيبوا لنا الإيش الدقن والفول السوداني قاعدين يفرشوا هنا، والناس بيجي بشد زي 10 عربية 15 عربية كان يمشي الجنينة، لكن هسه ما في خلاص. لكن الحمد لله اليومين ده الناس قاعدين يرجوا واحد اثنين، لكن خلاص الزول اللي عنده شويه قاعد يرجع ينظف بيته ويسوي ياكل، لكن زول اللي ما عنده غلبان يجي هنا قاعد يشتغل في اليوميات وياكل في ايامه. نعم، شكرا عندنا. بارك الله فيك، كثر الخير. سعد الله وامنياتي انا ليعم الامن والسلامه في بارك داخل. الله فيكم. بتتواصل جولتنا في منطقه ديكونغ الحدوديه اللي هي بتقع على الحدود السودانيه التشاديه، وزي ما ذكرنا قبل انه المنطقه دي فيها تدخل سكاني كبير. السودانيين هنا المواطنين هنا بيحملوا الجنسيات المزدوجه السودانيه التشاديه، في بيفصل بينهم وادي صغير، المواطنين بيقطعوا بيجوا متزوجين ومتصاهرين وعايشين حياتهم في امن وسلام، ولكن لم تستثنى هذه المنطقه من النزاعات القبليه اللي هددت الامن والاستقرار في اقليم دارفور بيرومتو. نحن هسه في ركوبة واحدة أختنا في سوق منطقة أسونغ ولا ديكونغ يا مدينة. هاي أختنا مدينة واحدة من بائعات الشاي الجميلات هنا في السوق ده، عاشت حياتها متجولة بين السودان وتشاد، تقطع الوادي وبتجي بتتبضع من بهناك وبتزور أهلها بهناك وأهلها بجاي، ولكن هي مقيمة في المنطقة دي. نحن أسا في ضيافة أختنا مدينة دي وهي بتعمل في كوباية القهوة الجميلة دي، ونسمع منها حياتهم في المنطقة دي. كيف ازيك يا مدينة؟ كيف حالك؟ إن شاء الله أنت كويسة الحمد لله. الحتة دي اسمها شنو؟ حتة أديكوم، منطقة اسمها بقول لها أديكوم بس أكتر شيء. ليه بيقولوا لها سونغا؟ خلاص على اسمها بجاي، وطبعا نحن بجاي بقول له ادقوم واسمه بقول له هو ادقوم بس اكثر شيء، لانه نحن سمعنا انه بيقولوا الحته دي عندها اسمين اسونغا وادقوم، بس اي التشاديين بيقولوا لا سونغا، السودانيين بيقولوا لا ادقوم. الله يفتح صح عليك. دي حقيقه. اي انتوا ده سوق، ده سوق المنطقه، ده السوق الرئيسي. اي ده سوق الرئيسي، ده بس سوق الرئيسي. انت شغاله يا مدينه عن الاحداث اللي حصلت الايام اللي فاتت؟ ايوه، من المشاكل اللي حصلت وجاي عندنا 45 يوم. يلا انا هنا ديل طبعا جانا مشكله بالليل، يلا انا هنا ديل كي هم انا هنا بايتين في الهلا، يلا بالليل ده جو كسروا السوق واكلوا البيوت وعمل حريق. يلا ما هرقوا الصباح، يلا انا هنا لما الزخير دخل فوقنا قمينا قطعنا بجاي. قطعتوا مشيتوا اسونغا؟ اي ادري. اي كلام ده اول يوم. يلا خلاص انا هنا ديل طبعا لما قطعنا بغادي برضو ما قادرين عشان نسكن بغادي. يلا الان احنا جاجه هنا ده، يلا ديل اللي عندك قدام السري شالوا حاجاتنا والحرقوا الهلة والعرب ديل اكلوا السب كلها اكلوا. طبعا الجيش فيهم، الجيش فيهم زي اربيتين ثلاثة اربية، الناس دي الرموم كلهم هنا، ما في زول كونه عشان يعني هنا نمن يجي يحمي علينا قاعدين.
يعني زول كده ما في زول جحا معكم؟ لا لا لكن هسه شايفه جابوا لكم بعد المشكله انتهت. اي وبعد ذاك انا هسي الانحرق انحرق وشاله يوم تجمع. انت عمرك كم سنه يا مدينه؟ انا عمري 28 سنه. 28 سنه. 28 سنه انت عايشه في المنطقه دي؟ اي انا مولود هنا ومتربي هنا. اي متزوجه انت؟ اي لعيالك مش؟ اي متزوجه سوداني؟ اي النسوان هنا بيشتغلوا شنو؟ في اديكونغ بيشتغلوا شنو؟ الحاجه اللي عارفينها انه المراه في دارفور مراه عامله ومنتجه ومستقله ماليا وبتصرف في ذات على الاسره. يعني انتم مرتبات شغالات ما شاء الله تحمدوا ربكم عندكم قروش. انتم بتشتغلوا النسوان هنا في اديكونغ بيشتغلوا شنو؟ والله بيشتغلوا خضاريات بيشتغلوا اي بيشتغلوا تاجرات في الخضار خضار اي الاعمال الحره دي هم فارشين السوق لغد من هنا لغد تمشي ليه الحرازه اذا شفتها بغد لنزل كلها كان سوق امره. لكن انا لما جاجه هنا هسه سوق خلوه وما في حاجه نشتغله كويس وهسه في من اخواننا جايين يلا بخافوا ما بقدروا بجوا واني نهيته همتنا جينا الواحد واحد شغالين برضو يعني مرات كده بنخافوا لكن الحمد لله شنو اولادنا دي الواحدين واحدين جو هسه يومين دي كده انا مجينا حاجه كده حصل لنا مع فيه يلا انا دي هسه مدررين يلا انحرق ده مدررين باي بيه حاجات اللي شفت الملابس اللي لابسين ما طلعنا بحاجه الشاله نيت بس شاله وين يحرقوا كلهم اتحرقوا هاي الفضل كمان كلها انهبت ما في حاجه كون عندكم هنا. عندكم رعايه صحيه هنا في مستشفيات في عياده في مستشفيات لكن غاليه يهودك المستشفى حاجاته كلها غاليه غاليه والنسوان الحوامل احنا لانه احنا النسوان وضعنا خاص مع الحمل والولاده بنحتاج لرعايه صحيه دعايات ده ما عندنا دعايات فيهم لكن ما بيتعاملوا يعني دعايات برضه ما يهو. امنياتك شنو يا مدينه؟ امنياتك شنو؟ والله انا دي تبعا شغلي دبس ما عندي شغل تاني يلا لما مشينا شات ما في حاجه ناكله وما في حاجه نشربه والبلد دي كلها شغال بريال ما في طريقه يعني احنا قمينا خلاص من جينا يعني جينا هنا تبعا هينا بجاي البيوت اللي بجاي دي كله ثلاثه بيت فقط انا واختي وفي جاري واحد كده قاعد دي بس انا هنا جينا بعد ذاك باقي نمن الناس دي كلها سكن ورانا يلا ما في طريقه بتتمني انه بلدكم تكون كيف؟ امنياتك شنو؟ يعني احنا دايرين الامن متوفر عشان شنو؟ لما ما دايرين شغب ولا دايرين مشاكل دايرين نعيشوا زي زمان لكن دايرين امن متوفر لما اولادنا من هنا لما بمشوا في كنينه يفتشون في الشوارع يفتشون في الشوارع قال يعني احنا دايرين اولاد معينين انا ذاته قبل اليوم مشيت الجنينه مرتين وجيت لما مشيت جايه قال يعني احنا دايرين فلان وفلان طاوق وزيدة ما في طوالي خلاص اللي بيفتشهم منو؟ دين الاولاد العرب دين اي طبعا الخساره دي في الحله دي موجود خساره الدين هم خسروا يعني حاجه كده زول قال ما شالوه ما هرقوا ده الله مستحيل يعني انت يعني انا حاسه كده يعني حاجه الناس اللي يرجوا يخشوا وين؟ ده المساله واها القاعدين هناك حاجه اللي بياكلوا ما في وحاسه الحمد لله جوه ناس كتار يعني زي كان يعني احنا زمان جينا كده كان ثلاثة بيت بس يلا أسرنا قلبنا ودي أولادنا الأفطيرة دي يعني الحمد لله لما جو كمان أسرنا قلبنا ولقاتنا في آخر تامة الحمد لله حبة حبة كده أكتر من 500 بيت جو وفروا لكم الأمن والنازحين رجعوا نازحين رجعوا الحمد لله هسه كده لسه جايين كل وقت أصبح جايين كل وقت أصبح جايين لكن السوق ده تعبان تاني بعد كلها أكلوا حاجة ما عنده يعني أنت هسه مطالبكم بتطلبوا من الحكومة إنها هي توفر لكم الأمن ودايرين معقولات يعني ده ذلك جيعانين والله جيعانين بصراحه ما عندنا حاجه يعني انتوا مزارعين وعندكم نرد ما شاء الله عليه مزارع السنه مزارعيه وين نجحت؟ السنه ما في زراعه نجحت كده ما في يعني احنا تعبانين ذلك كده يعني حاجه كده كونه في بلد ده ثاني انت كان زرعت كل ايش وكل جو شالوه في البيت كويس؟ ما في حاجه كونه يعني انهم ياخذونا نجي نعيشوا نقولوا نعمل حاجه كده ما في يعني هسه لما الفاتح شات برضه يعني حاجه بياكلوا ما في كويس يلا عنينا في طريقه زي ده تعبانين يلا زول الجه يعني حاجه بياكل ما في وبيت بسكن ما في كويس الحمد لله في المباني اللي حقت اخواننا قاعدين خشوا وعنينا طبعا قاعدين كمان يعني الماء انحرق وان شاء الله تقول الحمد لله بلبسنا وجينا قاعدين يلا عنينا رجي اهلي ما عندنا حاجه الله يعينكم اي ما عندنا حاجه بناكله وسوق ما في ودكاكين انأكلت وانت عندك ازراس شويه شويه لما عملنا كلها انأكلت اي البهايم ما بخلونا نزرع النزر وفي النهايه الزرانه بجي باكله مشكله الرعي شكرا يلا جيف
لما عايز بحكي ده انا احنا دايرين امني ودايرين الاكل انا نرجي يعني اديل كده ما يدينا حاجه. شكرا يا مدينه أي. ربنا يعينكم. اي بتتمنى أي. مدينه أي. أي. تنام في بيتها هادئه وان تمتلا معدتها بالطعام أي. فقط هذه هي أي. امنيات اختنا مدينه في أي. سوق اسونغا ولا اديكونغ وامنياتي انا بان يعم الامن والسلامه في دارفور.